اهلا اهلا اخ مروان، شلونك؟ يعني ازيك بالمصري؟ لك وحشه تصدق؟ لا وحشه كبيره بعد، شيلوه. جاسم؟ ايه جاسم، جاسم اللي ضحكت عليه ولبست العمة ولا الطرطور مثل ما تقولون بالمصري. عمتي وطرطور ايه اللي انت بتقول عليهم؟ مروان، العمة اللي عطيتني اياها صارت صغيرة ضيجة علي، ما احبها. الحين انا برجعها لك وابي فلوسي بس. مش فاهم حاجة، عمتي وفلوس ايه؟ في ايه؟ انت فاهم كل شيء. انت للاسف فاكر ان كل شيخ عنده في البيت بترول نفط، عنده بير يغرف منه وقت ما يبي وهو مرتاح. لا حبيبي، انا شقيت، انا تعبت، انا حفرت الصخر حتى اصبحت ملياردير. ولو امشي واوزع فلوسي على النصابين اللي مثلك يمين وشمال كان من زمان حفيت وتلقاني في جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية، أشحت أو أنظف سيارات. تعايز يا قاسم. اسمعني يا مروان، أنا مشيت معاك مثل ما تبي، ما قصرت عنك، عطيتك اللي تبي، كل المشاريع اللي أنت اقترحتها أنا وافقت عليها. شركة السكر، شركة الشحن، شركة التأمين، لكن للأسف نهايتها كانت نصب واحتيال. اسمع يا مروان، أنا أبي فلوسي، الـ5 مليون يورو أبيهم بس. أكيد في حاجة غلط، وبعدين أنت عارف إن إحنا شحنا السكر في السفينة والسفينة غرقت في البحر، ولو مش مصدقني روح اشرب من مية البحر هتلاقيها مسكرة. سكرة؟ شوفوا شغلكم.